يشرب من النهر ويرفع الرأس. نرفع أيدينا جميعا في هذه اللحظات، نرتوي من النهر، نهر الحضور. هاليلويا. قوموا اقف كده في مكانك وارفع ايدك واعلن ان الرب قد خلصني، ان الرب قد حررني، ان الرب قد شفاني. اعلن معي هاليلويا، ارفع ايدك كده واطرد الان هاليلويا الاعياء، اطرد الان الاتربه، اطرد الان نعم الياس الاحباط هاليلويا، وقل نعم هاليلويا. ابتهج بإله خلاصي في هذه الليله، ابتهج بإله خلاصي نعم هاليلويا، ابتهج بالرب إله خلاصي نعم هاليلويا، ابتهج بالرب. نشرب من النهر ونرفع الراس، نرتوي الان، نرتوي الان هاليلويا. يا رب اللي ترسل مياه على هذا الاجتماع، فنرتوي الان في اسم الرب يسوع. هللويا 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 اوه هللويا. نعم ايها الرب، اذ نرتوي بمياه الروح. الذات تقل يا رب، الانا تقل، استرى بمجدك وبهائك ايها الرب. الذات والانا تقل وتختفي في حضورك، ونترنم أنا 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 للرب. يا رب أنا بصلي، ارفع إيدك كده معي في اسم الرب يسوع. لا محاولات لإثبات الذات في حضور الرب، لكن استسلام للمياه. ارفع إيدك كده وغمض عينك هاليلويا، قول أنا بستسلم يا رب للمياه، مش بحاول أثبت نفسي في اسم الرب يسوع هاليلويا. أنا بستلم منك أنت طيارات الحياة، طيارات المياه. علي أني أستسلم أيها الرب نعم هللويا. أشعر بهذه الكلمات للخدام في الاجتماع، وأشعر بهذه الكلمات لكل شخص موجود ويسمعني نعم هللويا، حتى من يستمع فيما بعد، من يسمعني عبر الإنترنت الآن. ارفع إيدك كده عالي هللويا. يا رب في محضرك لا ينبغي أن أثبت ذاتي، لا، فمحضرك أنا آتي وأستسلم، أشرب من النهر وأرفع الرأس. والنور اللي بجد يا رب يشرق، والنور اللي بجد يسطع، ونورك يا رب نعم ينعكس علي، وبنورك نرى نور، وترسل نورك وحققهما يهدياننا إلى جبل قدسك. ليس فينا وليس لنا أيها الرب هللويا. ارفع إيدك وقوله غطيني بالنعمة في هذه اللحظات، نتغطى بالنعمة عشان لما تخرج تحارب تبقى مرتدي عباءة النعمة، عباءة الاتضاع هللويا. اختفي، قولوا انا عايز يا رب انا في محضرك الصوت الطبيعي اللي خارج مني يقل قوي، وحتى الصوت الطبيعي اللي بقيت متعود انه يخرج مني في الاجتماعات ما يبقاش موجود. لا تعود، لا تعود في اسم الرب يسوع، لا تعود، لكن مياه حقيقيه جايه من العرش. أشكرك لأنك اليوم أيها الرب تجري عمليات عميقة في داخلنا عشان الذات تختفي هللويا. تجري عمليات عميقة في داخلنا أيها الرب لكي يتحول يعقوب إلى إسرائيل نعم. ارفع ايدك وقول له أنا أمامك يا رب في هذه الليلة ليتحول يعقوب إلى إسرائيل، تتحول الدودة إلى فراشة في اسم الرب يسوع. الدودة اللي محصورة في نفسها وفاكرة انها ماشية مسافات طويلة وهي في الاخر بتعدي حتة صغيرة قوي، في حضور الرب تتحول الى فراشة تحلق. شوف بقى الفراشة دي لما تبص على المسافات القليلة اللي كانت بتقطعها وهي صغيرة هللويا.
هللويا. عوضا عن الشرنقة، عن المساحة الصغيرة قوي اللي بتتحرك فيها، يجي الرب النهاردة يطلقك لتصير فراشة تحلق. نعم فراشة تحلق. ارفع ايدك كده عالي هللويا، وقول للرب نعم ايها الرب. اوه هللويا، انا في حضورك لكي تطلقني، لكي تطلقني يا رب. يمكن بحلم لنفسي بامور، بس انت النهاردة جاي تقول لي حلمك ليا اكبر بكتير مما احلمه لنفسي. هللويا. يمكن بحلم لنفسي بامور حتى في الخدمة في مرات يا رب، لكن انت جاي تقول لي انه حلمك ليا استخدام عظيم، بس بقوة الروح يا رب. نعم هللويا، لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بروحي قال رب الجنود. نعم نستسلم معا لمياه النهر اللي تحملنا، نستسلم معا هللويا لقوة الروح. يا رب تعالى اصنع، اصنع عمليات جراحية في الوسط ايها الرب النهاردة، عشان الزاد تقل، الزاد تقل، الزاد تقل، الزاد تقل، وصغر النفس اللي بقاله سنين يشفى. صغر النفس والزاد دول وجهين لعملة واحدة. يا رب تعالى في هذا الاجتماع، تعالى في هذه الليلة، اشفي نفوس كثيرة هللويا، املأ بالمجد هذا الاجتماع ايها الرب. نعم يا رب الناس، النفوس يا رب اللي شعرة انها قليلة قوي، يا رب تعالى النهاردة اقول صرت عزيزا في عيني وانا قد احببتك، دعوتك باسمك انت لي هللويا، لا ترهب ولا ترتعب هللويا. اما دعوتك تشدد وتشجع. قال لابراهيم اخرج عد النجوم ان كنت تستطيع. نسلك يكون كنجوم السماء. ابراهيم بيقولوا انا ماضي عقيم، وإليعزر هيورثني. قال له اخرج يا ابراهيم، اخرج من المحدوديه، اخرج من الخيمه، ارفع راسك وعد النجوم. قل له يا رب النهارده اشرب من نهر الروح عشان ارفع الراس واعرف اعد البركات المزخره التي تريد ان تطلقها لي. ارفع ايدك عالي لانه الرب يريد ان يطلق بركات حتى لا توسع. هللويا. يا رب اصلي لا يكون صغر النفس مانع لاستقبال البركات، ولا يكون الكبرياء مانع لاستقبال البركات. حريه الان في اسم الرب يسوع من صغر النفس، حريه الان من الكبرياء، حريه الان باسم الرب يسوع، حريه الان، حريه الان، حريه الان، حريه الان. ويبقى الرب عايز يطلقك لاتساعات غير عاديه، بس لانه في صغر نفس تبقى اعمال بتعلي صوتك وبتتنازع على حاجات صغيره قوي، والرب يقول لك لا تتنازع. انظر الى ابراهيم وهو يعتزل عن لوط. والرب يتراءى له ويقول له ابراهيم اعطيك من البحر الكبير الى النهر. لم تتنازع مع لوط. ارفع ايدك كده هللويا وقول لا للنزاعات في اسم الرب يسوع، لا للخصام ما بين اهل البيت الواحد في اسم الرب يسوع، لا للخصام على مواريث في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك كده عالي. يا رب انا بصلي النهارده تعطي لكل شخص فينا هللويا نفسيه صحيحه، يا رب تعطي لكل شخص فينا ثقة في الداخل أيها الرب. نعم هللويا، أنه لا حاجة إلى النزاع، لا حاجة إلى الخصام. نرفع أيدينا كلنا باسم الرب يسوع ضد أي خصومات، ضد أي نزاعات في اسم الرب يسوع. هللويا.
يا رب تعالى بشفاء الآن على كل صغر نفس بيعمل نزاعات وخصومات. ما انت بتتنازع ليه في مرات؟ لأنك شاعر انك قليل واللي عندك قليل. نرفع ايدينا مرة تانية ونتحد. يتراءى إله المجد، إله الغنى، فلا تجد داعي للخصومات. هللويا. ولا للنزاعات، لأنه الرب يشفيك. يا رب أشكرك لأنك آتي بشفاء عجيب إلى هذا الاجتماع. أشكرك لأنك تشفي، تشفي. وضع يده على كل واحد وشفاه. حط إيدك يا رب النهاردة على أي شخص فيه نزاعات، يمكن مش في الخارج، يمكن مش مع ناس حواليه، بس في الداخل. ضع يدك على أي شخص يا رب عنده نزاعات في الداخل، عنده صراعات في الداخل، بيقول اشمعنى. يا رب تعالى اشفي الآن. هللويا. وأشعر كده شخص يمكن بتسمعني عبر الإنترنت أو فيما بعد أو الآن في الاجتماع، شخص عنده نزاعات، عنده خصومات، عنده جوه صراعات كتير قوي قوي، ويعاني أيضا من حاجة زي الرب، والرب يريد أن يشفيك من الرب من الأمراض الجسدية، والرب يريد أن يشفي أعماقك من المقارنات. نرفع يدينا عاليا في اسم الرب يسوع. هاليلويا. شفاء الآن في اسم الرب يسوع. شفاء الآن من الرب في اسم الرب يسوع، أو من أزمات الصدرية باسم الرب يسوع. شفاء الآن. نرفع أيدينا جميعا ونعلن هاليلويا. وقف كده مرة تاني معي في هذه اللحظات لنستقبل شفاء من يد الرب. أوه هاليلويا. شفاء الآن من الأزمات الصدرية وشفاء من المقارنات في اسم الرب يسوع. يشفيك الرب من المقارنات الآن. نعم هاليلويا. يشفيك الرب من تقارن نفسك بخادم تاني، تقارن نفسك بشخص عنده بيزنس تاني، تقارن نفسك بحد في العيلة بتاعتك باسم الرب يسوع. تقارن نفسك بشخص عنده عربية مش عارف أحسن منك، تقارن نفسك بشخص عنده بيت أوسع منك، تقارن. شفاء الآن من المقارنات في اسم الرب يسوع. ولا تقل إني ولد. نعم هللويا. شفاء الآن من المقارنات. ونشرب من النهر ونرفع الرأس. نعم هللويا. نشرب من النهر ونرفع الرأس. نعم. ويسكن المجد أرضنا. هللويا. يسكن المجد. المجد هو العلاج لصغر النفس. المجد هو العلاج للكبرياء. المجد هو العلاج لصغر النفس، لأنه بيشفي القليل، لأنك بتشوف مجده الذي أعطاك إياه. والمجد هو العلاج للكبرياء، لأنك بتشوف مجده وبتدرك كم أنت صغير. هللويا. لكن بتدرك كم هو يريد أن يصنع منك بطل بالمجد. المجد. نعم هللويا. شفاء، 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 وشفاء من المواقف اللي شعرت فيها بالرفض. نرفع ايدينا كده. هللويا. الرب يريد أن يشفي الآن. مواقف شعرت فيها بالرفض باسم الرب يسوع. العدو في مرات يخدع أشخاص، يبقى موقف ما فيهوش رفض، لكن ممكن يبقى فيه إبداء آراء من أشخاص حواليك في العيلة، أو يمكن فيه ممكن زوج عايز يعمل حاجة زوجته مش عايزة تعملها، أو العكس. العدو يتدخل ويحسسك بالرفض، يقولك دي بترفضك، يقولك ده بيرفضك، أو الأولاد يقولهم ده الأباء أو الأمهات بيرفضوكوا. العدو يريد أن يخدعك، أو إخوات مع بعض في الجسد يقولك ده إخواتك بيرفضوك، شايفينك قليل. ارفع إيدك كده باسم الرب يسوع. هاليلويا.
وننتهر معا أي أرواح خداع من العدو في اسم الرب يسوع. أي أرواح خداع بتهيأ لك إنه اختلاف، إنه الرؤية، أو إنه حد يبقى شايف حاجة مختلفة عنك، إنه ده رفض، هذا خداع من العدو يريدك أن تنحصر في الرفض. نعم، لن أقبل روح الفشل. من أنت أيها الجبل؟ نعم، هللويا. يلا نرفع ايدينا كده وننفض، ننفض 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 ننفض، واي خدام شعرت برفض نفض باسم الرب يسوع. هللويا هللويا، انت مقبول جدا لان الرب يحبك، الرب عايز يعلمك مش بيرفضك، واخواتك بيحبوك مش بيرفضوك. نعم هللويا، لن اقبل روح الفشل. من انت ايها الجبل؟ أستطيع كل شيء. نعم هللويا. يلا يلا اعلي كده هللويا، وخلي الموجة تعلى. نعم في اسم الرب يسوع نعلن مع كلمات الإيمان. لن أقبل روح الفشل. من أنت أيها الجبل؟ لن أقبل روح الفشل. من أنت أيها الجبل؟ ربي إلهي يبني إيماني، ربي إلهي ويصنع ويصنع مفتخرا. استطيع كل شيء في المسيح قوتي إلهي. الأحياء في النجاح ويقيمني على مرتفعاتي، يجعل الظلم نهاية، يضيء سراجي ثانية، يجعل الظلم نهاية، يضيء سراجي ثانية. لا للأوالية ولا للقادمة، لا للأوالية ولا للقادمة، أتى زمان أتى زمان التعويضات. أستطيع كل شيء في المسيح قوتي. يعطي للمعيا قدرة، لعديم القوة شدة، يعطي للمعيا قدرة، لعديم القوة شدة، مكت الأغاني في الليالي، مكت الأغاني في الليالي، فلا أكون إلا فرحان. أستطيع كل شيء في المسيح يا إلهي، يريد أن أحيا في النجاح ويقيمني على. لن أقبل روح الفشل. لن أقبل روح الفشل. من أنت أيها الجبال؟ لن أقبل روح الفشل.
من أنت أيها الجبال؟ ربي إلهي يبني إيماني، ربي إلهي ويصنع ويصنع مفتخران. كل شيء في المسيح على مرتفعاتي، يجعل الظلم نهاية، يدن صراعي ثانية، يجعل الظلم نهاية، يدن صراعي ثانية. لا للأوليات ولا للقادمات، لا للأوليات ولا للقادمة. أتى زمان، أتى زمان التعويضات. أستطيع كل شيء في المسيح قوتي. عندما يعد هو يفي، لا يزامن أمنا به. هو الرب وهو العليم، من سيمنع يدي؟ عندما يعد هو يفي، لا يزامن أمنا به. هو الرب وهو العليم، من سيمنع عيادي؟ نسبح نهتف نعطيه المجد، ولتبتلي من تسبيح كل الأرض. لا يسقط وعد، لا يسقط وعد، حتما سيأتي ونرى المجد. نسبح نهتف نعطيه المجد، ولتبتلي من تسبيح. لا يسقط وعد، لأن الرب إله أمانة. حتما سيأتي وصنع الكل، صنع الكل في وقته. أشياء نحن نثق فيه، صنع الكل في وقته. نؤمن ونثق فيك يا رب. هللويا. هو يدعو من العدم، أشياء نثق فيه، نثق فيه. نسبح نهتف نعطيه المجد، ولتمتلي من تسبيح كل الأرض. لا يسقط وعد، لا يسقط وعد، حتما سيأتي. سبح سبح. نسبح نهتف نعطيه المجد، ولتمتلي من تسبيح كل الأرض. لا يسقط وعد، لا يسقط وعد، خلق كل هذا الكون، خلق كل هذا الكون في كلمة من يمه. فما قاله لنا يكفي. نرتفع 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 به. هللويا. خلق كل هذا الكون بكلمة إنسانه، فما قاله لنا يكفي. سيد من نتفع به، نسبح نهتف نعطيه المجد، ولتمتلي من تسبيح كل الأرض. لا يسقط وعد، ونرى المجد.
نسبح ونهتف لا يسقط وعد لا يسقط وعد ونرى المجد عندما يعد هو يفيد لا يهزى لا يهزى من وضع رجاءه فيه هو الرب وهو العلي عيادي عندما يعد هو يفي لا يهزى من أبدا به يمنع نسبح ونهتف نعطيه المجد ونمتلئ بالتسبيح كل الأرض لا يسقط وعد لا يسقط وعد حتما سيأتي ونسبح هللويا نسبح سيأتي ونرى المجد تحمى الرب أعداءنا أمامنا قد تحمى وصنع الرب مفتخرا إلى الرحب يخرجنا زاد عظمتك تحمى الرب أعداءنا أمامنا قد تحمى المياه إلى الرحب بيده أخرجنا زاد عظامتنا قد أعطى سلطانه العلي سكت الأرض لاسمه كل الجبال هو وهو في السماء قد أعطى سلطانه العلي سكت الأرض كل اسمه كل الغبار تعدد الأسكونة هبا وأرعى من السماء اقتحم الرب أعداءنا أمامنا اقتحم المياه أخرجنا إلى الرحب بيده أخرجنا زاد عظم إلى الرحب بيده أخرجنا زاد عظم طريقه في العاصف طريقه في العاصف ينشفنا والبحر ينشفنا والبحر من مثله في القوة جبار يخرج إلى القتال طريقه في العاصف ينشفنا البحر فنفسه في القوة كبار يخرج طريقه في العاصف طريقه في العاصف ينشفه من مثله مثل الرب إلهنا من مثل الرب إلهنا من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي من مثل الرب إلهنا من مثل الرب إلهنا مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي هاللويا هاللويا سبحوا يا عبيد الرب هاللويا هاللويا سبحوا اسم الله هاللويا هاللويا سبحوا يا عبيد الرب يا عبيد الرب
سبحوا يهوى سبحوا يهوى سبحوا اسم الرب من مثل الرب لا إله إلا ساكن في الأعالي من مثل الرب لا إله من مثل الرب إلهنا من مثل الرب نفسي ارفع ايدك قبل ما نقول الكلمات دي مرة تانية ارفع ايدك عالي وقول له لا مثل لك بين الآلهة ولا مثل لأعمالك قول بصوت عالي كده لا مثل لك لا مثل لك أيها الرب نعم لا مثل لك في حياتي أنت إله خلاصي هللويا أنت رافع رأسي الآن يرتفع رأسي على أعدائي من حولي هللويا قول كده بصوت عالي الآن يرتفع رأسي على أعدائي من حولي وأذبح للرب ذبائح الهتاف نعم هللويا إله خلاصي قول كده الرب هللويا يسوع إله خلاصي يهوى يخلص اسمه يسوع لأنه يخلص deliverance تحرير شفاء اسمه يسوع لأنه يخلص نحن نكرز باسم يسوع نعم هللويا نحن نكرز باسم يسوع هللويا الاسم العظيم ارفع ايدك قول يسوع الاسم العظيم هللويا الاسم العظيم هو صاحب السلطان على هذا الاجتماع الاسم العظيم هو صاحب السلطان على هذه الكنيسة الاسم العظيم هو صاحب السلطان على هذا الفريق على هذه العائلة الاسم العظيم يسوع نعم هللويا الاسم العظيم هو صاحب السلطان على بيتي الاسم العظيم هو صاحب السلطان على عيلتي الاسم العظيم هو صاحب السلطان على جسدي الآن تخرج الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع المسيح الاسم العظيم الآن ننتهر الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع المسيح نعم هللويا 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 الاسم الذي يفتح السماء اسم يسوع ما أعظم الاسم العظيم ما أعظم هذا الاسم نعم بل مثل الرب إلى هنا من مثل الرب إلى هنا من مثل الرب ربي وإلهي وملكي ساكن في مثل الرب إلهنا من مثل الرب إلهنا من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي يا سيدي العظيم ما أعظم اسمك فإسمه عظيم ما أعظم اسمك يا سيدي العظيم ما أمجد اسمك فإسمه عظيم هيا نعليه معا إن اسمه عظيم هيا نعليه اسمك ربي إن اسمه عظيم اسمك ربي يفتح أبواب السماء فيستجيب من أجله الأبدان اسمك ربي يفتح أبواب السماء لا 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 يا أعظم اسمك يا سيد المسيح ما أعظم اسمك فإسمه عظيم هيا نعليه معا إن اسمه عظيم هيا نعليه معا يلا نهتف لاسم الرب هللويا اسمك ربي يسوع مانح الخلاص أنت المنجي وأنت رافع القصص اسمك ربي
يسوع مانح الخلاص أنت المنجي وأنت رافع القصص. ما أعظم اسمك يا سيد الحبيب ما أمجد اسمك فإنه عجيب. ما أعظم اسمك يا سيد الحبيب ما أمجد اسمك فإنه عجيب. هيا نعليه معا إن اسمه عجيب. هيا نعليه معا إن اسمه اسمك ربي برجن. اسمك ربي برجن حصين ومن فيه الأمان فيه السلام للجميع. اسمك ربي برجن حصين ومن فيه الأمان فيه السلام للجميع. ما أعظم اسمك يا سيدي ما أمجد اسمك فإنه عجيب. ما أعظم اسمك يا سيد الحبيب ما أمجد اسمك فإنه عجيب. هيا نعليه معا إن اسمه عجيب. قبل ما نكمل ارفع ايدك كده أشعر سلام. رب عايزك تعي قوة الاسم العظيم الذي تنطق به اسم الرب يسوع. ارفع ايدك كده وغمض عينك في هذه اللحظات ويكون ان كل من يدعو باسم الرب يخلص. اتيت الى هذا الاجتماع مريضا اعلن ايماني يكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. تسمعني عبر الانترنت اعلن ايماني يكون كل من يدعو باسم الرب يسوع. الرب يسوع قول يسوع كده هللويا. قول يسوع وتوقف. يكون كل من يدعو باسم الرب يخلص يشفى يتحرر. يا رب تسدد الاحتياجات العميقة جدا وتأتي بالشفاء عظيم. يا رب اللي دخلوا تعبانين نفسيين أو بيسمعوني ونفسياتهم تعبانة الآن شفاء في اسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع ارفع ايدك قولوا نعم أيها الرب. إعلان جديد عن قوة الاسم عن قوة اسم الرب يسوع الذي يفتح السماء. أعطانا سلاحا عظيما اسمه. نعم هللويا. قال له ليس لي فضة ولا ذهب الذي لي فإياك أعطي. باسم الرب يسوع المسيح الناصري قم وامشي. فطفر في الحال. هللويا. هذه قوة الاسم العظيم. نادى سجان في ليبيا هللويا ماذا افعل لكي اخلص. امن بالرب يسوع المسيح. امن بالرب يسوع المسيح. هذه المسيحيه يسوع هللويا الاله الحي الذي نعبده الكلمه المتجسد هللويا الذي كان والكائن والذي يأتي. يسوع يسوع نعم. اصرخ بإيمان حل مشكلتك في اسم الرب يسوع هللويا. حل مشكلتك ما لا تتأمل الكلمات اصرخ للرب نعم هللويا. أتيت مقيد حريتك في اسم الرب يسوع. أتيت مريضا شفاءك في اسم الرب يسوع. نمتلئ بالروح القدس الآن. ارفع ايدك الاثنين كده هاليلويا. ولما صلوا تزعزع المكان كانوا يصلون باسم الرب يسوع. نمتلئ بالروح القدس الآن. قوة في اسم الرب يسوع. قوة الآن هللويا. إذا أتيت إلى هذا الاجتماع مريض وتستطيع أنك تجرب كده لو رجلك تعباك لو رقبتك لو جرب دلوقتي كده هللويا. الرب يشفيك الآن. قال له يشفيك الرب يا إنياس.
لا تنتظر انه حد يصلي لك. باسم الرب يسوع يشفيك الان. ولو بتستمع عبر الانترنت شفاء كامل الان. هللويا. ولو بتستمع من خارج مصر شفاء كامل الان باسم الرب يسوع. اوه هللويا. ولو بتستمع فيما بعد حتى لو بعد شهور شفاء كامل الان باسم الرب يسوع. اي علاقات خربها العدو ما بين خدام بيخدموا مع بعض، لو في اشخاص بيسمعوني في اي محافظه او خارج مصر باسم الرب يسوع نرفع ايدينا كده ونعلن الروح القدس، روح السلام. نعم هللويا. ياتي برباط السلام مره اخرى بداخل هذه الجماعه، هذه الخدمه، هذه الكنيسه في اسم الرب يسوع. ولو انت مسؤول عن هذه خدمة أو الكنيسة أو ارفع إيدك كده وقول باسم الرب يسوع أنتهر الأرواح الشريرة، أنتهر أرواح الفرقة، أنتهر أرواح الانقسام، أنتهر أرواح الخصام في اسم الرب يسوع. نرفع يدينا جميعا ونعلن إيماننا هللويا باسم الرب يسوع ننتهر الأرواح الشريرة تخرج إلى الخارج الآن. هللويا هللويا. نعم هللويا هللويا هللويا. ما أعظم اسمك فإنه عظيم. ما أعظم اسمك فإنه، ما أمجد اسمك فإنه عجيب. ما أعظم اسمك يا سيد الحبيب. ما أمجد اسمك فإنه عجيب. هيا نعليه معا إن اسمه عجيب. هيا نعليه معا إن اسمه عجيب. اسمك ربي يفتح أبواب السماء. عجيب من أجله الأولى. اسمك ربي يفتح أبواب السماء. استجيب من أجله الأبو معا. وأعظم اسمك سيدي ما أمجد اسمك فإنه عجيب. ما أعظم اسمك يا سيدي العظيم. ما أمجد اسمك فإنه عجيب. هيا نعليه معا إن اسمه عظيم. هيا نعليه معا اسمك ربي عدنا وإلى الصرمدي. الله معنا دوما وإلى الأبد. اسمك ربي عدنا وإلى الصرمدي. الله معنا دوما وإلى الأبد. ما أعظم اسمك يا سيد الحبيب. ما أمجد اسمك فإنه عظيم. ما أعظم اسمك يا سيد نويل السرمدي وغنيها. اسمك ربي عما نويل السرمدي. الله معنا دوما وإلى الأبد. اسمك ربي عما نويل السرمدي. الله معنا دوما وإلى الأبد. اسمك ربي عما نريد السرمدي. الله معنا دوما وإلى الأبد. اسمك ربي عما نريد السرمدي. الله معنا دوما وإلى الأبد. يا سيد الحبيب. ما أمجد اسمك فإنه عجيب. ما أعظم اسمك يا سيد الحبيب. ما أمجد اسمك فإنه عجيب. هيا نعليه معا إن اسمه عجيب. هيا نعلي اسمها للناس.
أشكرك يا رب لأنك موجود في الوسط، مستحق منك كل مجد كل إكرام يا رب. لتكن قلوبنا ناظرة إليك طول الاجتماع إلى نهاية هذا الوقت، عينينا يا رب لا تتحول عنك أبدا، ثبت أنظارنا بالروح القدس على شخص الرب الحاضر في الوسط. بمد يدك للشفاء ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع، لا حدود لعمل الروح فينا. أشكرك أشكرك، ارفع ايدك كده واعلن إيمانك أنه لا حدود لعمل الروح في هذا الاجتماع، بداخل الثقة أن الرب يبدأ زمنا جديدا مع أشخاص حضروا في هذا الاجتماع. هذا ما وضع الرب في قلبي بعمق النهاردة. ارفع ايدك كده يا رب، أشكرك، أستلم من يدك زمنا جديدا، أستلم من يدك عباءة جديدة، أستلم من يدك تكليف جديد، أستلم من يدك إعادة ضبط جديد. حتى لو شعرت الأيام اللي فاتت أن كل حاجة جوا ملخبطة، كل حاجة جواك ملخبطة، في إعادة ضبط في هذا الاجتماع لأجل زمن جديد. ولو شعرت أن كل حاجة حواليك ملخبطة، في إعادة ضبط في هذا الاجتماع لأجل زمن جديد. أعظمك أيها الحي إلى الأبد الموجود في الوسط، لكل المجد.